مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سابقا سنتطرق في جمل بسيطة مختصرة عن المقابر الملكية عامة في مصر القديمة. أعاد الملك العظيم أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشر المقر الملكي إلى الشمال، والتزمت عن عمد الدولة الوسطى بتقاليد الأسرة السادسة كما تبدو في المجموعة الهرمية الخاصة بالملك العظيم بيبي الثاني. فجاءت المباني الجديدة للمقابر الجنائزية الملكية صورة طبق الأصل من الحرم الهرمي لأواخر الدولة القديمة مع بعض التغيرات الطفيفة. ومن الملاحظ هو عدم وجود نقوش في الغرف الداخلية لهذه الأبنية، فقد تم التخلي عن نصوص الأهرام وذلك حتى يتاح لعامة الناس استخدامها. وبعد إدخال بعض التغيرات على هذه النصوص ظهرت مرة أخرى على التوابيت الخشبية الخاصة بالمسؤولين وأسرهم فيما يعرف اصطلاحا بنصوص التوابيت. وهذه النصوص العالم الآخر بها ليس موجودا في السماء، وإنما هو مرتبط بأوزوريس سيد مملكة الموتى. وللحديث بقية، طاب مساءكم بكل خير وشكرا لكم.